السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. الحصة اللي فاتت شرحنا Lesson 5 Multi Step Story Problems، والنهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل عليه. معانا 4 Story Problems هنحلهم. هحل معاكم في الحصة دي 4 Story Problems. هحل معاك نمبر 1 ونمبر 3 ونمبر 8 ونمبر 9. 1 3 8 9، متفقين؟ قبل ما نبدأ يلا كله بيقول بسم الله يا شباب. بسم الله. نمبر 1، A baker made 140 servings of baklava for a party. تمام، بيكر الخباز بدأ يشتغل ويعمل baklava يعني بقلاوة. اوكي، If each baking tray holds 12 servings of the baklava. كل tray، كل صينية عشان يحط فيها البكلافة بتاعته بتاخد 12 baklava. Okay, how many trays will be needed to hold all baklava؟ هيحتاج how many trays؟ هيحتاج كام صينية؟ Okay، طيب يبقى أنا معايا number of trays. واحد تاني ممكن يقول لي needed trays، عادي يعني الجملة دي مش بتفرق معايا. Okay، والكلام ده equals 140 divided by 12 زي ما انت شايف. ونبدأ نستخدم ايه؟ standard algorithm بتاعتنا. اوكي، يبقى انا معايا 140 divided by 12، والستبس الثابتة معايا divide multiply minus bring down. هروح هنا في الدرافت بتاعتي وابدا اكتب له تيبل مين؟ 12 ديفايزر بتاعي. متفقين؟ يلا 1 ملتبلايد باي 12 ايكوالز 12، 2 ملتبلايد باي 12 ايكوالز 24، 3 ملتبلايد باي 12 ايكوالز 36، 4 ملتبلايد باي 12 ايكوالز 48، 5 ملتبلايد باي 12 الكلام ده ايكوالز 60. هكتفي بكده واشوف هحتاج ازود ولا مش هحتاج، دي اول حاجة. طب نحدد الاتجاه بتاعنا بقى واحنا بنحل، from the left to the right، والانسر بتاعي from the left to the right. انا ماشي كده وفي الانسر بتاعي ممشي كده، متفقين؟ 1 divided by 12 كانت بي ال1 اصغر من ال12، هتقول لها يلا يا فرصة عديني 14 divided by 12، تعال نبص على البرودكتس بتاعتنا اللي هنا، عندك 14؟ لا. طب ايه الرقم اللي اقل منها في البرودكتس؟ 12. يبقى هو ده الريكتانجل اللي هيساعدني دلوقتي. تمام، 12 ده الديفايزر بتاعي، يبقى هاخد ايه؟ هاخد ال1 واكتبه فوق. 1 ملتبلايد باي 12 ايكوالز 12. ستيبس بقى، خلصنا الديفايد، يبقى 14 ديفايدد باي 12 ايكوال 1، معناها ان ال14 فيها 12 واحده بس. معناها كاني لما بقول لك 14 ديفايدد باي 12 بقول لك هو ال14 فيها كام 12؟ هتقولي فيها 1 12 بس، وهيتفضل معايا. اوكي، ريميندر بقى اللي انا بحسبه دلوقتي لما بقول 1 ملتبلايد باي 12 ايكوالز 12، وهبدا اعمل سبتراكت 4 ماينس 2 2، 1 ماينس 1 0. ده ريميندر من ال 14. اوكي، بعد كده برينج داون لمين؟ للزيرو. 20 ديفايدد باي 12 يا شباب، تعال نبص كده هنا، ما عنديش 20 في البرودكتس، اللي اقل منها 12. معنى كده ان الريكتانجل ده هشتغل بيه تاني دلوقتي. هشتغل بيه ايه تاني دلوقتي؟ هروح اكتب له وانا اهو، يبقى 20 divided by 12. السؤال معناه ال 20 فيها كام 12؟ ال 20 فيها 12 واحده بس. 20 divided by 12 equals 1، ملتبلاي بقى 1 by 12 equals 12، الدور على ماينس اهي. 20 minus 12 هيديني 8، متفقين؟ طب ال 8 اصغر من ال 12 اهو، عندك حاجه تعمل لها برينج داون؟ ما عنديش، مسالتك خلصت، مسالتك كده خلصانه. يبقى الكلام ده ايكوالز ايه يا شباب؟ كوشنت بتاعي 11، ريميندر الرقم اللي تحت ده 8. يبقى انا معايا كوشنت ايكوالز 11 اند ريميندر ايه؟ 8. طب انا خد بالك بقى، المساله هنا فيها فكره، اللي هي ايه؟ اللي هي البيكر بتاعنا الخباز بيعمل حاجة اللي هي البقلاوة وعايز يسويها، هيرمي الايت اللي باقيين دول ولا هيجيب صينية ويحطهم فيها؟ اكيد هيجيب صينية ويحطهم فيها، صح؟ يبقى هو he needs بقى
هي نيدز، هو هيكون محتاج ال 11 trays دول وال 8 هيحطهم برضو في تري تانية في صينية تانية، يبقى 11 بلس 1 يعني 12 trays. ما هو مش هيرمي ال 8، مش هيرمي ابدا ال 8 ايه ال 8 باكلافا. متفقين؟ تعالوا نشوف اللي بعدها. نبص على اللي بعدها، بيقول in one year a textile factory used 11,650 meters of cotton. لغاية هنا جملة لازم تبقى فاهمها كويس، اوكي؟ مصنع، المصنع ده بيعمل قماش، تكستايل دي يعني قماش او نسيج. استخدم المصنع دوت 11,650 meters of cotton. القماش اللي هو استخدمه من القطن هو دوت اللينس بتاعه. متفقين؟ يبقى انا معايا يا شباب 11,650 meters، الكلام ده كوتون، ودي اول جملة اتقالت قدامي. طب تعالى نكمل، وزي ما اتفقنا واحنا بنقرا الستوري بروبلم بتاعتنا دايما هنسأل نفسنا الجملة اللي انا قريتها دي اقدر اوصل منها لحاجة هتفيدني في حاجة. طيب الجملة اللي بعدها for 1950 fewer meters of silk than cotton. لغاية هنا ادي جملة تانية، هو ما قاليش استخدم سلك قد ايه، حرير قد ايه، هو ما قاليش، ولكن قالك معلومة توصلك هو استخدم حرير قد ايه. قالك ان الحرير السلك اللي هو استخدمه دوت اوكي fewer اقل من القطن بايه 4950. يبقى انا كده اقدر اقول له سلك ايكوالز، وهاخد اللينس بتاع الكوتون بتاعي 11650 ماينس الرقم اللي هو مديهوني ده 4950، وهقول له ايكوالز. متفقين؟ طب يلا نبدا نعمل سبتراكت. 0 ماينس 0 0، 5 ماينس 5 0، 6 ماينس 9 كانت بي برو 1، هيبقى عندي هنا 0 وهنا بقى في 16. 16 ماينس 9 يا شباب 7، تمام؟ 0 ماينس 4 كانت بي برو 1، هيبقى عندي هنا 0 وهنا في 10، اوكي؟ 10 ماينس 4 6. انا كده عرفت هو استخدم المصنع ده سلك قد ايه، استخدم 6700 meters. يبقى كده الجملة دي فادتني ان انا قدرت اجيب how many meters of silk، تمام؟ طب تعالى نكمل الجملة اللي بعدها and 3500 fewer meters of wool than silk. لغاية هنا وستوب. المرة دي بيقولك على مين؟ على الوول، الوول اللي هو استخدمه. ولما جه قارنه بمين؟ بالرقم بتاع السلك اللي انت جايبه دلوقتي، رقم الحرير اللي انت لسه جايبه حالا. فبيقولك ان وول الصوف، تمام، كان اقل من الرقم بتاع الحرير ب 3500. تقدر تجيب لي وول ايكوالز ايه؟ اه طبعا، بس خد بالك انت لو ما كنتش عملت الخطوة دي، يعني جبت سلك ايكوالز ايه، ما كنتش هتعرف تعمل الخطوة بتاعت ايه؟ وول. متفقين؟ يبقى انا عشان اجيب وول يا شباب هاخد 6700 ماينس الرقم اللي هو مديهوني، تمام، اللي هو 3500، والكلام ده ايكوالز. ابدا اطرح سبتراكت. 0 ماينس 0 0، 0 ماينس 0 0، 7 ماينس 5 2، 6 ماينس 3 3، طلع لك 3200 meters. متفقين؟ ادي الستيب اللي بعدها. اللي بعدها بقى how many meters of fabric were used in all. فابريك بقى يعني نسيج القماش بكل انواعه، كوتون وسلك وول، كل الانواع دي. how many meters، استخدم meters قد ايه المصنع ده، يبقى انا عايز ايه؟ total اوكي، او total used. الكلام ده equals. هبدا اخد بقى النمبر بتاع الكوتون بلس النمبر بتاع السلك بلس النمبر بتاع الوول، يبقى انا معايا 11650 بلس 6700 اهو واهو بلس 3200. وعشان انت جدع هتبقى بتظبط دايما ونز تحت ونز وتنز تحت تنز، هتبقى جدع دايما في الشغل بتاعك عشان ما تتلخبطش وتطلع الناتج بتاعك دايما صح. متفقين؟ يلا 0 بلس 0 بلس 0 0،
5 بلس 0 5 بلس 0 ما زالت 5 6 بلس 7 13 13 بلس 2 15 5 and carry 1 up 1 بلس 1 2 بلس 6 8 بلس 3 11 1 and carry 1 up 1 بلس 1 2 طلع لي ايه يا شباب 21,550 meters 21,550 meters يبقى ده التوتال اللي المصنع ده استخدمه وهو بيعمل ايه الأقمشة بتاعته متفقين؟ اللي بعدها يا شباب نمبر 8 زي ما اتفقنا مالك and his family are going on a road trip ماشيين طريق اوكي to his grandmother's house which is 465 kilometers away لغاية هنا هو اداني جملة لازم اكون فاهمها كويس قوي اللي هي هم هيمشوا طريق اوكي تخيل ان الطريق ده هو اللاين اللي انا عملته قدامك ده وانا شرحت مسألة زي ديت في الحصة اللي فاتت على فكرة هيبدأوا من هنا لحد ما يوصلوا لجراند ماذر هاوس الناحية التانية اللينس الكبير ده كله اللي هم هيمشوه عبارة عن ايه 465 كيلو meters لازم تفكر كده طيب on Friday they traveled 124 kilometers Friday مشيو 124 kilometers اهو وادي Friday كمان معلومات بظبطها في المسألة بتاعتي دي معنى الجملة دي on Saturday they traveled 210 kilometers اليوم اللي بعده اوكي traveled ايه يا شباب 210 اهو 210 كيلو meters وهنا كان Saturday طيب انت عاوز مني ايه عاوز منك how many kilometers will they need to travel on Sunday to reach his grandmother's house محتاج يمشي لسه قد ايه المسافة دي قد ايه اوكي عشان يوصل للنقطة بتاعتنا دي اللي هي grandmother's house لسالهم قد ايه احنا اتفقنا وحليناها قلنا هنجمع الاول المسافتين اللي هم مشيوها في فرايداي وساتردي هنجمع هم خلصوا مسافة قد ايه اصلا يبقى distance that they covered اللي مشيوها يعني اوكي الكلام ده equals وهنبدأ ناخد 124 بلس 210 يلا اجمع معايا 4 بلس 0 4 2 بلس 1 3 1 بلس 2 3 طلع لك ايه 334 كيلومترز هم خلصوا المسافة دي كلها اللي انا ظللتها قدامك دي المسافة دي عبارة عن 334 كيلومترز طب لسه لهم قد ايه عشان يخلصوا كل المسافة الكبيرة دي الحتة دي قد ايه يبقى انا هاخد total distance minus المسافة اللي هم ايه خلصوها minus covered ايه distance تمام هاخد total distance المسافة اللي هم محتاجين يمشوها كلها وهطرح منها المسافة اللي هم فعلا مشيوها تمام يبقى هقول له remainder مثلا distance او left distance الكلام ده equals 465 minus 334 ويبدأ اعمل subtract 5 minus 4 1 6 minus 3 3 4 minus 3 1 ما تنساش تكتب هنا كيلومترز عشان انت بتجيب ايه بتجيب distance مسافة خليك جدع اليونت بتاعت المسألة بتاعتك اوعى تنسى تكتبها متفقين خلصت خلاص انا شايفها سهلة جدا على فكرة نمبر 9 يا شباب وعايزه اقول لكم انا بعيد تصويرها يعني انا كنت صورتها قبل كده وبعد ما خلصت الحل خالص اكتشفت ان انا نقله بس ديجيت غلط في رقم يعني ديجيت في نمبر غلط فبقت المساله بالنسبه لي هتبقى غلط كل الستبس مشيت غلط وبناء عليه ما حبيتش انزلها لكم اللي هو لا هقراها معاكم تاني وهحلها معاكم تاني بصوا معايا بقى كده there are 1354 animals in one barn عندك حظيرة والحظيرة دي فيها 1354 animals there are 574 goats 346 cows and the rest are horses
يبقى انت كده فهمت ان البرن بتاعتك ديت فيها ايه، فيها انواع انيمالز عبارة عن ايه، عبارة عن جوتس وكاوز هورسز، مش هو ده اللي هو بيقوله لك؟ طيب وعرفت كمان عدد الجوتس وعدد الكاوز، وبيقول لك ان الريست بتاعك هورسز. طب لحد هنا لو وقفت تقدر تسأل نفسك، يا ترى الحظيرة دي او البرن دي فيها هاو ميني هورسز؟ اقدر اسأل نفسي. طب تقدر تجاوب السؤال ده؟ يا ميس، ما انا لو جبت النمبر بتاع كاوز اند جوتس، لو جمعت النمبر بتاع كاوز اند جوتس ووقعتهم من توتال نمبر اوف انيمالز هعرف فيها كام هورسز. برافو عليك، يلا ننفذ الكلام ده. ها يبقى انا عندي جوتس اند كاوز، الكلام ده ايكوالز، يلا نكتب النمبرز ونعمل لها بلس، 574 بلس 346. وباكد عليك بقى دلوقتي وانت بتكتب النمبرز بتاعتك في الامتحان او وانت بتذاكر، خد بالك لان لو انت كتبت ديجيت واحد بس من الرقم غلط المساله كلها بقت غلط. متفقين؟ اوكي. 4 بلس 6 10 0 اند كاري 1 اب، 1 بلس 7 8 8 بلس 4 12 2 اند كاري 1 اب، 1 بلس 5 6 بلس 3 9، طلع لي 920 جوتس اند كاوز. متفقين؟ انيمالز. طب من هنا تقدر تقول لي هاو ميني هورسز، نمبر اوف هورسز؟ طبعا نمبر اوف هورسز الكلام ده ايكوالز، وهبدا اخد توتال نمبر اوف انيمالز اللي هو 1354 ماينس 920. ابدا اشتغل يلا. 4 ماينس 0 4، 5 ماينس 2 3، 3 ماينس 9 كانت بي برو 1، فهتبقى ال 13 كلها موجودة هنا وهنا بقى في 0، 13 ماينس 9 4، تمام؟ طلع لي ايه؟ 434 هورسز. متفقين؟ ادي الستيب التانية بتاعتي، الخطوة التانية بتاعتي. طب تعالى نشوف هو بيسألني بيقول لي ايه؟ بيقول لي if 89 horses were sold، اتباع بقى من الهورسز دي اللي انا عرفت عددها جوه البيرن 89، how many horses are left in the barn؟ طب left horses هيبقى قد ايه؟ يا ميس اصلا كلمة left دي يعني في ماينس في الموضوع، يبقى left دي هاخد التوتال نمبر بتاع الهورسز بتاعي اللي موجود في البيرن 434 ماينس، وهشيل منهم اللي اتباعوا 89. يلا ابدأ اعمل subtract معي، 4 ماينس 9 كانت بي برو 1، هيبقى عندي هنا 2 هنا في 14، 14 ماينس 9 5، بعدين 2 ماينس 8 كانت بي برو 1، هيبقى عندي هنا 3 وبقت دي 12 ماينس 8 يعني 4، وهنا 3 ماينس ومفيش حاجة وقعها منها فنزلت، فبقى عندي 345 horses. يبقى كده الحظيرة ديت فيها 345 horses، تمام كده؟ خلصت خلاص. مالتي ستيب ستوري بروبلم، بص عشان احلها خدت مني ايه؟ 3 خطوات 3 ستيبس، بس طول ما انت فاهم انت بتعمل ايه انت هتعرف تحل، مش في اي مشاكل. متفقين؟ ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم، لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا سلام عليكم.